اجي اجي بسيده هنايا نسنو البث المباشر يطلع. مشاهدينا الكرام متتبعي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر مباشره معكم من عاصمه الانوار الرباط. واخا تفتلت في الوسنة. مشاهدينا الكرام متتبعي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في البث المباشر مباشره معكم من عاصمه الانوار الرباط مع الدكتوره حكيمه تالوني اللي غادي تهضر لنا اليوم على مدونه الاسره وهذا النقاش العمومي الذي اضحى اليوم سائدا داخل المجتمع حول هذه المدونه. شنو الجديد في المدونه؟ شنو كاين في هذه المدونه؟ كيفاش المراه المغربيه تتصور هذه المدونه غتكون فيها؟ كثرات الهضره اليوم حكيمه تالوني هي غتدخل على الخط في هذه المساله، ناهيك على انه غتهضر لنا حتى الجانب اخر في العلاقات حول العلاقات الرضائيه لانه موضوع اصبح ذو شجون، الموضوع ولا مهم. اختي مرحبا بك على قناه شوف تي في. اولا شكرا لقناه الشعب قناه شوف تي في، كنتقدم بالشكر الجزيل الدكتوره حكيمه تالوني متصرفه ممتازه لوزاره الداخليه اعلاميه وحقوقيه. سبق لي الاشتغال في المجال الاعلامي واعرف جيدا الاستاذ دريس شحسان فهو كان زميلا لي. مدونه الاسره او قانون رقم 073 هو قانون يهتم بالشرع، يهتم بالاسره المغربيه، يهتم بكل ما له علاقه بالتشريع لفائده الاسره المغربيه. باش نبسط القراء اكثر، هذا القانون كيهتم بالزواج والطلاق والارث وكل ما له علاقه، لكنه ظل ناقصا. في 2004 كنت ضمن فيدراليه ربيع المساواه مع السي الناصري الله يرحمه، مع الاستاذه الروقاني الله يذكرها بخير، استاذه محاميه، مع مجموعه ديال الاخوان، بعض القضاه الاخوات اللي راهم توفوا بحال نعيمه سرار اللي كانت رئيسه محكمه الاسره بالدار البيضاء الى غير ذلك. استاذي الكريم كان حبذا لو انك دورتي الكاميرا لهنا، فقد قمت بتصحيح مدونه الاسره بقلمي، فقد قمت بتصحيحها بالقلم الاحمر. لماذا؟ راه ما ربحناش باش غنخسروا، راه ما حناش احنا في واحد الحرب ما بين المراه والرجل كما اريد له ان يكون، باش نصلحوا بعض المغالطات. المرأة راه ما غتربحش من هذا التعديل شيء الكثير، أولا الرجل راه غيفقد واحد الشيء الكثير. حنا محتاجين لواحد القانون يلم شؤون الأسرة. ها عربي لما شرعوا التعدد. دخلت عليكم بالله والنبي رسول الله. أنا الدكتورة حكيمة تالوني شاركت في معالجة قانون الأحوال الشخصية في 2004، كنت ضمن الأحداث المغربية، كنت ضمن ربيع المساواة، كنت منخرطة في هذه الحركة. اليوم بعد 18 سنة عالجت وعايشت هذه المدونة. ها عربي كنقول لكم إلى ما رجعوا للدين الإسلامي. لماذا؟ لأن الدين الإسلامي الآن هو المنقذ للأسرة المغربية. باش نصلح استاذي بعض الاخطاء، ان المراه غدي 20% في السكن، المراه غادي نتقاسموا بما يسمى الكد والسعايه اللي ما عمره طبق في المغرب، ما عمر شي مراه خدات الكد والسعايه، لان وعمر المراه ما شرطات، راه كان في المدونه القديمه وكان في هذه المدونه ديال القانون 073. لكن اللي بغيت نقول هما الاطفال كيبقاو ضحايا للطلاق. الاطفال الراجل ملي كيطلق المراه راه كيطلق الدراري. هنا من هذا المنبر كنوجه المشرع المغربي باش يعطينا باش يحمي الاطفال. عرفتي فين غيحميهم اوستاذي؟ غيحميهم في واحد القانون يجبر الاب على زياره ابنه وفي صله الرحم. ما تبقاش ليا سنه وسنه مره يزوروا مره في الاسبوع ولا مره في الشهر، راه عيب، راه اللي ولد شي يقد به. المرأة تخط الطريق ديالها وتمشي تزوج والراجل يمشي يتزوج، ولكن دوك الأطفال، لذلك تشوف الأطفال ضحايا البوفة، أطفال ضحايا المخدرات، أطفال في حضن أمهات كيقول لك أنا غنتزوج مميمة أولا غنتصاحب مع مميمة، عرفتيش علاش؟ لأن تيفقد الحنان داخل الأسرة ديالو. زواج القاصر راه عيب، عرفتي القاصر فين خصو يمشي؟ القاصر المكان ديالو ماشي بيت الزوجية،
القصير ديالو المكان ديالو وقع الدرس هو المدرسه هو التعلم، لاننا حنا مقبلين على واحد الورش كبير هو بناء صرح المغرب الكبير، المغرب اللي غادي يستقبل لنا في 2030 المونديال وما كناش تنحلموا، والمغرب اللي غادي تكون عنده غادي يستقبل لنا في 2025 واحد الملتقى اخر اللي غيجيونا غادي يجيونا البلدان اللي يجيونا الزوار من مختلف بلدان المعمور. ثاني حاجه سولتيني على العلاقات الرضائيه، باش نفسر المغاربه راه هناك فرق ما بين مدونه الاسره قانون 073 والقانون الجنائي المغربي. هذاك الفصل ديال 490 491 اللي كيتحدث على تجريم الفساد ومن بعده تجريم العلاقات الرضائيه كيف ما سموها بعض الاشخاص ما بين الزوجين، هذاك بوحده تنساليو نتساليو مع المدونه ونجيبو قانون جنائي. اما نغلطوش، شوف هنا ما عندنا دخل في العلاقات الرضائيه، هنا عندنا علاقه شرعيه والزواج هو واحد المؤسسه اللي تحتكم الى الدين والسنه كيف ما قال جلاله الملك انا لا احلل ما حرمه الله ولا احرم ما احله الله. ها على ربي لما ديروا التعدد، عرفتي شنو التعدد؟ اول من انصف المراه هو ذاك التعدد، وانصف الطفل هو التعدد، لماذا؟ لقوله تعالى: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة ورباعة. شنو كان كيقصد باليتامى؟ لان من بعد الصور لان التقديم في اللغه العربيه مقصود في هذه الايه القرانيه ويمثل اعجازا قرانيا، لان الرتبه في اللغه العربيه قرر فعل فاعل مفعول به، وحين اتت جمله استباقيه او مقدمه في هذه الايه القرانيه فكان يقصد الله عز وجل بكون اليتيم هو ابنك من علاقه غير شرعيه. لذلك استعمل وبالعودة إلى علم الدلالة، علم السيميولوجي أو مطابقة الدال المدلول. القسط أين يوجد؟ يوجد في الميزان، والميزان أين يوجد؟ يوجد عند الجزار بائع اللحم، وبالتالي فعلى الرجل أن يعترف بأن ذلك الإبن يجب أن أمره الله عز وجل بأن يقسط، أن يقسط فيه، لذلك أحل النكاح وأحل النكاح مثنى وثلاثة ورباعة. لكن اللي بغيت نعرف المرأة المغربية توصل لهذه الآية وتكفر بالله. الله يجازيكم بخير. راه اليابان عنده كيعبدوا الشمعة حتى الصباح. اللي بغى يمشي شي ديانة اليوم أكملت لكم دينكم ورديت لكم الإسلام دينا. كيعبدوا الشمعة، سيروا عبدوا الشمعة. إن هدن الإسلامي وحلل ذلك وشرع ذلك وعطاني القبول والإيجاب، ولا ما بغيتش ناخذك عندك مراتك ناخذ عزري. باش نكونوا واضحين، أشنا هي الهدف الثامن من التعدد في الإسلام؟ هو مراعاة الطفل. حنا الآن الزمن ديالنا راه ولا راه كنطلعوا على واحد أن مختصر العمر المغربي هو 80 سنة، والمرأة ملي وصلت 40 50 راه بقات كتطلع على، إذا الجيل ديال الأطفال الجيل خصنا نحترموه. ثاني حاجة واحد الملاحظة أخرى، الملاحظة أخرى مني لهذا الطفل ما كنعترفوش كنديروا ذاك إقرار بالنسب، كنقولوا لي بأن أمك راه كانت علاقة شرعية غير شرعية مع باك. هذيك العلاقة غير الشرعية مع باك، تصور معايا أن ولد تقول له باك كان في علاقة غير شرعية وهو صغير يتخرج وكيل الملك، كيفاش غيحكم بالعدل هذا الراجل؟ ولا يجب امتهان الطفل، ولا يجب امتهان المراه، ولا يجب امتهان الرجل معا. اعطيوا عصب العصاف الوسط لرب الاسره. راه النهار اللي ما بقاش الراجل كيحكم في الاسره راه انحلت هذه الاسره. نعم خليها سيدي، خليوا العصا في يد الحمار كيف ما تيقولوا، راه الركيزه هي الحمار، راه الا حيدتي ذاك الحمار هو ذاك الركيزه الاساسيه اللي في الخيمه، راه الا حيدتي العصا من الوسط راه غادي غتريب ديك الخيمه. كنتكلم بعد ما انا كنت مساهمه في هذا التحديث ديال المدونه، راه بان ليا ماشي تحديد هذا تخريب. وحتى دوك المشرعين الان اللي كيعمروا الساحه راه العديد منهم لا يتوفر على اسر، وبالتالي واش فائد الشيء لا يعطيه. اصريتي باش نتكلم على العلاقات الرضائيه برب الكعبه الشريفه ما نخليش راجل يزني بيا، واللي بغاني يمشي لدار ربي يخطبني، وسيدي اللي بغاني يدير يكون على راجل يدير ثلاثه ولا اربعه، ولكن باش نمشي نغير ذاك القانون ديال 491 برب الكعبه الشريفه حتى اجمع لنا وفق قانوني العرائض والملتمسات 5000 توقيع ديال النساء القرويات الحرات اللي كيقولوا ما تمتهنوش الجسد الانثوي.
فهمتي؟ وألغي القانون ولو شرعتموه. بالنسبة لي الموضوع ذو شجون، الموضوع ذو شجون، يجب فيه أن تعطى قوانين تلم شؤون الأسرة، قوانين تنهض بالطفل، بحقوق الطفل. كيف ما قلت الإسلام راه واضح، راه 15 قرن 16 قرن غاديين فيه، ماشي عاد اليوم غنقولوا هادشي ما خصوش يتناقش. لكن اللي كيتناقش هو ضرب في 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 كنحشوا المغرب من 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 الجناب. الله يخليكم، الله يدخلت عليكم بالله والنبي رسول الله. هذاك المشرع اللي جلس خاصو يدير دراسة اجتماعية للأطفال ضحايا الطلاق. هل يعرف أنه تم رميهن في قمامات الأزبال أمام الدولة وهي تتفرج؟ وكل نهار كنشوفوا دري مليوح راه خافوا من البوليس ولاحوا في قمامات الأزبال وتخلات عليهم موبا خوفا من الأسرة وما خافتش من ربي. وكنشوف الراجل غادي بالحيت وجاي معايا باغي يتصاحب معايا، خافية من أمه وخافية من باه، هما محشماش وخايف من ربي. لا سيدي كون راجل، لا كنتي باغي تاكل بصلة كل من خنشة، تزيد كون راجل وتزوج بيا على سنة الله ورسوله. وتا أنا غنكون مرا واش غنختارك أنت مجوج ولا ما نختاركش؟ ما تقولش ليا نمشيو حنا دابا نتحدوا نقولوا نجيو حتى الايه في الاخره وتقولوا ولا نتعديلوا وراه ربي قد قطع. لا سيدي، التقديم والتاخير في اللغه له الرتبه في اللغه العربيه قاره، فعل فاعل مفعول به، واذا كان هناك تقديم في اللغه فلغايه في النفس الذات الالهيه. شنو هي النفس؟ اشكاش ربي راه سبق في علمه ما كان وما سيكون وما هو كائن. راه عرفنا في هذا الزمن غنعالجوا هذه المدونه بهذه القوانين ديالنا. يجب تحديث القوانين بما فيها مجموعه ديال القوانين، خاصها تمشي اون سيميلطاني مع هذا القانون ديال الاسره اللي هو 0370. هي اولها القانون الجنائي، قانون المسطره الجنائيه، قانون المسطره المدنيه. خاص نشوفوا حتى القانون، اجي نهضروا القانون الجبائي وقانون الضرائب. ومني كنتقلوا السيد بالضرائب والتهرب الضريبي الضريبي، وكنتقلوا السيد بالقيمه المضافه اللي كنشدوها 100000 مره كتستجبيها وما كنمشيوش نديروا للسيد الضريبي، وكنتقلوا كاهلا الرجل المغربي ما يقدش يدير مراه ويعرفني انا ساهله ليه ويجي تصاحب معايا حيت حقه هو راه راجل. لا سيدي، انا غنكون مراه حره وغنمنعو ما يتصاحبش معايا، غيتزوج بيا على سنه الله ورسوله. ولا سميتو راجل دير ثلاثه ولا اربعه، اجي نقول لكم ما ملكت ايمانكم ولم تنسخ من باقي الآيات. إن الإسلام يؤخذ كله ولا يترك جله، وإن الآيات قاطعة الدلالة ولا اجتهاد مع وجود نص قطع الدلالة. هناك شوف، الحلال بين والحرام بين، وقد أنزلنا القرآن بلغة البيان والوضوح. إن أنزلناه قرآنا عربيا مبينا، والبيان في اللغة هو الوضوح. الله يخليك. سمحي لي أنا بعدا تفاجأت فيك. نعم. بكل صدق أنت على المباشر قدام المغاربة، علاش أنتيا تتاكدي ولو انت مع ان الرجل يتعدد يدير المتنه وتولى صعوبه بحكم ان كاين النساء او النسويات او النساء او اللي كيدافعوا على النسويه كيقولوا على انه هما ضد انه الرجل يتعدد، علاش انت بالضبط مع التعدد؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الله قد خيرني، إن الله قد خيرني في آياته المتعددة وفرض القبول والإجاب كأولى شروط على العقد. ثاني حاجة أستاذي بغيت نقول لك، عقد الزواج راه ماشي الوسيلة الوحيدة لإثبات الزواج، وبدليل ان المغرب قطع واحد الاشواط طويله مع في عمليه التقنين مع ثبوت الزوجيه وما يسمى بثبوت الزوجيه. واش ثبوت الزوجيه دابا تحيد؟ راه ما تحيدش واخا وقفت العمل به. علاش؟ راه باقي زواج الفاتحه في العربيات، وراه باقي الناس كيتزوجوا في الجبل بالفاتحه. واكثر من هذا، وراه كاين الناس اللي اون كونكيبيناج ما دايرين حتى ورقه، ومني كيتزاد الدري كنقول لك انا في المدونه سير جيب لي اقرار ديال الاب. هذا اكبر دليل على الزنا والفساد. الله يرحم لك الوالد، الله يطول عمرك. انا مزوقه فيك الى هذا القانون اللي تنهضروا فيه، يجب ان يكون متكاملا. هذا القانون يجب ان يكون ان يراعي المصلحه اولا. شنو هي؟ واش كاين في الديباجه ديال الدستور المغربي؟ واش كنقولوا بانه المغرب دوله اسلاميه ولا؟ استاذي اللي هذه تتساءل وتتعجب، راه دوله اسلاميه، هذا دين الاسلامي. وان اعطيتم لاحداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. حديث نبوي شريف، كتقول لي
نعطيك الإجابة والقبول، بغيتي تجوجي بهذا الراجل تجوجي، ما بغيتيش ما تجوجيش، ولكن راهو باش تجي تشرع واحد العلاقة رضائية وتقول لي بلاتي خلينا نهضر، باش تقول لي العلاقة رضائية وتزني بيا وتسميني امرأة، أنا ماشي امرأة، أنا جارية ديالك. ولكن ملي كتقول لي امرأة محترمة ونعطيك الصداق وتمشي معايا اون بان بيبليك وتقول لي ما هذه الزوجة ديالي، ما خصيش من ربي حتى نلقى ليا 3 أيام ونموت. نمشي انا لجهنم باش يبقى هذا المجتمع على 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 خاطر. انا شخصيا ارى ان المراه الوحيده او المراه الوحيده كما قال السي سنتيسي ليست هي الحادثه، ليست هي الفجور، هي الاستاذ سنتيسي واللي قدوه ديالي والحركه الشعبيه اللي كنفتخر بها. انت عضو الحركه الشعبيه؟ ما غنجاوبكش على هذا السؤال، ما غنجاوبكش. الاحزاب ولا تعدديه الاحزاب كينادي بها جلالة الملك، أكبر دليل على الديمقراطية المغربية، أكبر دليل على وجود الرأي والرأي الآخر. لكن نعم داخل نعم. هذا داخل هذا في نفس السياق، في نفس السياق داخل هذا الصرح قال لك الأستاذ هو رئيس الفريق الحركي شنو قال لنا في هذا الاجتماع؟ قال لك أنا الحادثة ماشي هي الفسق والفجور، أنا كنتفق معك، ما تشوفنيش حداثية باش نكون ماشي نكون مسلمة ولا لا، نكون عندي خطاب إسلامي. أنا كنهضر من منظور الحدث، اشتغلت في الأحداث المغربية في 2001 في 2000 بديت في 99 في 2001، كنا كنضلوا نفرقوا واحد المناشر اللي كانت ممنوعة مثلا دوك لي بورنوغرافي إلى غير ذلك كانت كنشوفوا في هذوك الجرائد، ولكن كنا كيقولوا لنا هاهما حداكم ولكن حنا ما غنقيسهمش لأن كنا كنضربوا الخطاب ولي طابو ونعري الحقائق ديال الشعب، ما تبقاوش ديروها مستورة. واخا خلينا نسولوك أنت هنايا سؤال، أنا تنشوفك أنت الوحيدة، علاش أنت موقفك أنت ما تترفضي التعدد؟ دابا أنت مع التعدد، أنت تقبلي على أن راجل أنه يتزوج عليك؟ انا راه الراجل ماشي غير يتزوج، انا راجل من يعاشرني وما يتزوجش عليا، اللي كيعرفني ما غيتزوجش عليا، حيت المراه هي عصب الحياه وهي اللي كتلعب هي ربه الاسره بالمؤنث. ولكن انت قلتي انا مع الراجل يدير متناوته. يعني يدير التعدد، علاش ما يديروش؟ دينه الاسلامي وشرع راجلك يديرو، يدير الراجل يديرو. يدير انت معاه الا كان الا لقى محل من العسل يغمس، علاش لا؟ واش يمشي يزني؟ نعطيه يمشي يغضب الله ويدخل الحرام على ولاده؟ واش يجيو البوليس يشدوا في الليل بتهمته؟ راه ما غاديش تحيد العلاقات الرضائيه، راينا جلاله الملك راه حسن في هذا الموضوع، وراه موضوع الاسره راه ماشي ديال الحركات النسائيه ولا موضوع الاسره، راه في اماره المؤمنين، عرفتي شنو هي اماره المؤمنين؟ راه هو السبط النبوي السادس، السبط النبوي السادس انه دين الاسلام 15 قرن وتم داير لي الديباجه في الدستور المغربي، كتقول لي دوله اسلاميه، انا ماشي كنقول لك دوله سلفيه جهاديه ولا دوله كذا وكذا، كنقول لك دوله برلمانيه تعدديه باحزابها التعددي، دوله قويه بمؤسساتها بالحقوقيه، عندنا كل شيء، كنقول لك هاد الطريق اللي بغى يتبع ليه يتبع ليه، الراجل ديالي اللي بغى يتزوج مرحبا به، حيت انا ما كنتش داخل الاسره لعبت واحد الدور ديال نشدو، انا مثلا انا تعجبت لي كيبكي كيفاش انا غنعطي 20% والمراه غتدي لي 50%؟ هو ما نساش راه مني عندي في داري راه ديته كامل. تنسيتي هذه ولا لا؟ واش نسيتي بانني مني تزوجتك ديت كامل؟ وانا راه كتضل خدام عليا، راه كتبات خدام عليا، راه كتولد معاك اجمل اشياء ما كيقبلهاش المجتمع. حيدوا لي هذا القانون الاسره وقولوا لي حنا ما كاينش القوانين، نرجعوا دوله بدون قوانين، ما كاينش قوانين تنظيميه. نرجعوا اغبيطخيغ. اعتباطيين اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. دابا انت ضد علاقات رضائيه؟ نعم ضد. شنو تقولي للوزير الوهبي؟ ذلك هو رجل قانون له رايه احترمه ربما في سياق ما، لكني باحثه في قانون وباحثه في شؤون الاجتماعيه ودكتوره، وقد علمتني الحياه ان من يخرج عن الدين فيغلبه الواقع، وان اطفال ضحايا الطلاق هم القنبله الموقوته التي ستواجه الشعب المغربي. على السيد الوزير مراجعه موقفه، لماذا؟ لانه يخالف المجتمع المغربي وطبيعته، وعليه ان يرى ما سينتج عن تطبيق هذه الفكره. اولها وساجزم فيها انتشار الديوته العهر، ارتفاع اطفال ضحايا في القمامات اللي كنلوحوهم في الزبل دوك اللي كينتجوا عن العلاقات الرضائيه. واش اشتغلت قبل مرتك دير علاقه خارج الزواج؟ سولي الوزير وهبي. غنسولك حتى رجل مغربي وان وهبي، انك لا كصحفي ماشي السلطة رقم 4، راك السلطة رقم 1، ما تبقاش تقول لي وزير، هذاك راه وزير اليوم وغدا غادي، أنت راك مشعل الحداثة في المغرب، الصحافة راه ماشي رقم 4 ولا السلطة الرابعة رقم 1، حيت بك أبنيك رجلا أو أهدمك مجتمعا.
واش انه دين اسلامي وقد قد شرع ذلك، واش انت ماشي مسلم؟ انا شخصيا تبقى صحفي تبقى محايد. واش انت ماشي مسلم؟ لا احنا مسلمين، احنا مسلمين. الا كنتي ماشي مسلم قول لي سير اليابان عبد شمعه ولا سير الهند راه ما كيعبدوا بقره، هذا دين الاسلام وقد شرع ذلك. معكم الدكتوره حكيمه تالوني، شكرا للشعب المغربي احترم واقدره. 32 سنه وراء الدرس قاعات الدرس قد قضيتها، ما غنجيش نكذب على الشعب المغربي ونجيب لهم واحد القوانين اللي يدمروه. انا باحثه في القانون، امراه مجده، صحفيه، امراه سلطه، امراه سلطه سواء داخل وزاره الداخليه او داخل الصحافه. الله يخليك، انا بنت هذا المغرب والمغربي خاصو يبقى راسه مرفوع، والمغربيه خاصها تاخذ الحقوق وتبقى راسها مرفوع، وخاص الاطفال يتنجوا صحاح ماشي مرضى. شكرا معكم دكتوره حكيمه. تقولي النساء؟ لا قبل انا ما سخيتش بك، واخا تتعصبي في النقاش كذا لكن نقاشك رائع وراقي. اجينا نقاشك تحيه للشعب المغربي والمراه المغربيه والرجل. تقولي النساء، النساء اللي مع التعدد. كيفاش؟ اللي ضد التعدد، اللي تقول لك لا انا بغيت راجلي يبقى ديالي. وربي راه ما فرق الروس باش ترتاح، راه الايجاب والقبول في الاسلام. شنو يدير لك النساء دابا؟ شوفي لا لهن رايهن ولي رايي. شوفي شوف انا ماشي غندابز، مع هذه ليست معركه بين المراه والمراه ولا بين الرجل والمراه ولا بين، انها مراه انها انه مشكل ديالاش او لانها فتره، عرفتي شنو هي؟ هي تاسيس صرح قوي. انا اللي ضده هو العنف ضد المراه، هو الغبن ضد المراه، انا ضده هو تخلي الراجل بلا خدمه. أنا شكرا بعد هذه الفرصه اللي رديتوني وتمين مجهودات بلادنا اللي دارت تسهيلات في السكن والحمايه الاجتماعيه واللي دارت لنا اللي كتعالج هذا النقاش راه صحي. والشكر الكبير لمولاي جلاله الملك، بغيت لي صحيحته ربي صح ليه الدراري. هذاك الراجل اللي كنلقاوه في جنبنا حتى انه وزع دمه، والسيد مريض في صحيحته وكيعطي الدم، ممكن يعطينا فيستو، ممكن يعطينا طوموبيل، يعطيني كريمه، ولكن ما يعطينيش الدم. هو مسكين يعاني صحيا كما انا بدوري اعاني. هذا الراجل اللي عطى كل شيء راه قال لك لا احل حراما ولا احرم حلالا. انا اللي كنقول هذا الشيء راه ماشي ضد انا الاستاذ وهبي، ولا استاذ وهبي راه عزيز عليا والشعب المغربي عزيز عليا والمراه احترمها، ولكن انا مني كنقول واحد الانسان اللي قضي 32 سنه مراوغ الدرس، واللي خرجت القران 108 مره، واللي واكبت ما كنخلي حتى ندوه دائما حاضره وجايه من برشيد، وكنبات نحلل وجبت. انا راه درت واحد المجهود، ان واحد الكتاب راني تواصلت مع حضرت جميع النقاشات اللي كاينه في المغرب حول المدونه. الا داروا هاد النساء هاد الفكره مشاو لطنجه والاكادير ومشاو بحال اللي درت انا، يناقشوني. راه جمعت المعطيات من المغرب من راس حتى لتحت. انا راه باحثه اركيولوجيه وغنقدم كتاب لقسم الشؤون المدنيه بوزاره العدل، وهذا الاسبوع كان لي لقاء معهم، ساتكلم في افرغ فيه جميع الندوات واللي كانت فيه، وغنتكلم. احنا هنا ما كنتعاملوش بالاهواء، نحن نتحدث كامراه باحثه قانونيه. انا امراه قريت، خصني نفيد الشعب المغربي، خصني نخلي واحد المدونه. راه ماشي صراع بين المراه وراجل، والتنوض كما دابا ماشي تخلق بيني وبينه صراع. هذا انا مجوجه به نعسه حداد نعسه معاه، اسمح لي ونجي نضربه واحد غادي يدي لي 20 درهم 20% وترديت كله، وديتك وجيتي خدتيني ودرتي عليا العرس وعطيتيني ومشيتي دمرتي. كاين اللي راه سيك الروسه وكيمشي يصرف على مرته. وانت دابا واش عرفتي ديك ديال واحد الحاجه واحده اخرى، زواج القاصر هذا كي ما يؤلمني. تصور زواج القاصر استاذي اللي كتعطى فيه فرصه لمن القاضي هو غريب عن الاسره. عطيوها لباه ما يبقاش فيا خاطري، عطيوها لمو ما يبقاش، عطيوها لخالو ما يبقاش فيا خاطري، ولكن تعطيها القاضي يجي جانبا ويقول لي اجي الاستاذه زوجي ولدك عنده اقل من 18 عام. بلاتي جاوبني، عطيو العصافي للراجل. تبقى صحفي، تبقى صحفي، تبقى فاعل. مشاهدة كرام، ماشي انت مجرد صحفي، انت فاعل كون رجلا او لا تكون. شكرا، مشاهدة كرام، وصلنا نهاية البث المباشر، أما لقاء بكم في مباشر آخر، سلام الله عليك.